السلام عليكم. الثامنة من قناة عمان الثقافية، نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة وتتابعون فيها. ابني عضدي، عنوان أمسية اجتماعية في ولاية صلالة. ختام أنشطة المنتدى الصيفي في جمعية المرأة العمانية بالسويد. انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لسينما الأطفال واليافعين في إيران. أهلا بكم. الطرق السليمة للتعامل مع الأبناء في المراحل العمرية المختلفة ناقشته الأمسية الاجتماعية ابني عضدي في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. الأمسية تناولت عدة محاور بما يسهم في تقوية وتعزيز النسيج الاجتماعي بين أفراد الأسرة. هذا الشيء يتعلم منه أو مرات يتعلم منه العكس، صح ولا لا؟ ابني عضدي، عنوان للأمسية الاجتماعية ضمن الخطة الثقافية لمجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه. تستهدف هذه الأمسية عدة محاور متنوعة تتعلق بنجاح العلاقة بين الأم والأبناء وطرق احتواء اختلاف وجهات النظر بينهم. الأمسية اليوم تحدثنا عن الأطفال، عن علاقة الأم مع أولادها، المراحل العمرية للطفل وكيف علاقته مع الأم في كل مرحلة، التغيرات اللي يصير للطفل، التغيرات النفسية والفسيولوجية، وكيف احنا نتعامل معها بطريقة واعية، بطريقة ثقافية جميلة، ونوصل إلى نتائج مجدية. تعد العلاقة بين الأبناء وأبائهم من أهم العلاقات البشرية وأكثر تأثيرا على شخصية الطفل، وذلك للحفاظ على علاقة بعيدة عن التوتر والضغوطات النفسية في حياتهم اليومية. الأمسية هذه مثلا اليوم أنا أتحدث عن أسس العلاقة ما بين الأم والأبناء. الهدف العام هو إلقاء الضوء فقط على المهارات المعرفية، كون الوقت أو ضيق الوقت فما عندنا مهارات سلوكية، ولكن ركزنا على مهارات معرفية عامة، كيفية تعامل الأم مع أبنائها، بعض القواعد الأساسية التي يفترض أن تتبعها الأم. أيضا هناك ركزنا على مرحلة المراهقة وما بعد المراهقة، وركزنا على الحاجات النفسية والفسيولوجية التي يحتاجها الأبناء. تطرقت هذه الأمسية على عدة محاور مختلفة تتعلق بأهمية الأسرة وكيفية الحفاظ على النسيج المجتمعي هنا في السلطنة. قاسم بن محمد البرعمي، صلالة، محافظة ظفار. بمشاركة واسعة احتفلت جمعية المرأة العمانية بالسويق بختام أنشطة المنتدى الصيفي. المنتدى تضمن العديد من الدورات التدريبية التي أسهمت في صقل وتعزيز مهارات المشاركات في مختلف المجالات الحياتية. 50 فتاة وامرأة تدربن على أيدي مدربات متخصصات في مجالهن بتقديم أضاف لهن الكثير من التحسينات في المنتدى الصيفي الذي نظمته جمعية المرأة العمانية بالسويق. هذا المنتدى الصيفي الهدف منه شغل وقت فراغ النساء والفتيات في فترة الصيف، ومن ناحية ثانية يهدف المنتدى إلى رفع مستوى الاقتصادي لدى المرأة والأسرة، حيث أنها يعني تتلقى تدريب في عدة دورات تدريبية مطورة. تضمن المنتدى الصيفي العديد من المناشط المختلفة كدورات تدريبية في الطبخ والتجميل والخياطة والمشغولات اليدوية، وعدد من المحاضرات والندوات الصحية والثقافية والاجتماعية. أنا مدربة إسعافيات، قدمت دورة لمدة شهر وأسبوعين تقريبا، وكان البنات متميزات متفاعلات وما شاء الله عليهن، البنات ممارسات لحد دو والأمور الحمد لله زينة، بس يبالهن متابعة أكثر. أول شيء كنت ما أعرف من الدورة، وشجعاني أهلي عشان أتدرب، بصراحة دخلت الجمعية واستفدت منها وايد. سوف يساعد هذا المنتدى المتدربات على رفع المستوى العملي لديهن بتطبيق ما تعلمنه والاستفادة من تطوير مهاراتهن، مما يسهم في تعزيز الجانب المعنوي والمادي لديهن. أقامت جمعية المرأة العمانية بالسويق المنتدى الصيفي بهدف استغلال وقت الفراغ لدى الفتيات في الصيف بما يعود عليهن بالنفع والفائدة. عبد الله بن صالح الريسي، محافظة شمال الباطنة. مستعرضا أكثر من 70 عملا فنيا تنوعت بين الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة والرسوم المتحركة،
انطلق في مدينة أصفهان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية المهرجان الدولي لسينما الأطفال واليافعين. في نسخته 32 استضافت مدينة أصفهان الإيرانية المهرجان الدولي لسينما الأطفال واليافعين على مدى أسبوع كامل بمشاركة نحو 40 بلداً من مختلف أنحاء العالم. الجمعية العمانية للسينما والمسرح مثلت السلطنة وحلت ضيف شرف على المهرجان وسط ترحيب إيراني ودولي. مهم جداً أن يكون في هناك تواصل. مجال السينمائي مجال مهم ومجال كبير، وإحنا محتاجين، إحنا محتاجين سلطنة عمان أيضاً لتدريب الشباب على بعض الأشياء التي تخص السينما، وخاصة إن كانوا كمخرجين أو ممثلين أو أيضاً كفنيين في مجال صناعة الفيلم. نطمح إلى تعزيز التعاون السينمائي مع سلطنة عمان، وهي بلد جميل وفيها الكثير من المقومات للإنتاج السينمائي، كما نتطلع إلى إنتاج أعمال سينمائية مشتركة لا سيما حول العلاقات التاريخية العريقة بين إيران وعمان. فتح مهرجان أصفهان السينمائي الدولي الباب أمام المواهب الصغيرة من أجل تشجيعها ومدها بالأدوات اللازمة لتنمية الفن السابع، واستقبل أكثر من 70 عملا فنيا، بينها الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة والرسوم المتحركة. كان أشبه بمهرجان شعبي، كل الناس وكل الأطفال كانوا بانتظار هيدا الافتتاح للمهرجان، وهيدا دليل على مدى ارتباط الأطفال بالسينما من جهة، وعلى مدى أهمية السينما لتطوير وتحسين كل ما يتعلق بالطفل وبيئة الطفل. من الضروري تنمية سينما الأطفال واليافعين بعيدا عن السينما التجارية، لأن السينما هي إحدى الوسائل المهمة للتربية والتعليم. كان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة حيز بارز في المهرجان، حيث فاز فيلم دوتش للمخرج الإيراني أمير مشهدي بجائزة اليونيسيف الذهبية. للمهرجان أثر كبير في تطوير سينما الأطفال واليافعين، وهذا التواصل البناء من شأنه أن يسهم في تقدم وازدهار هذه السينما. مهرجان دولي يوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات بين الناشطين والمتخصصين والباحثين في عالم السينما والأطفال، ومشاركة السلطنة تعكس مدى اهتمامها بضرورة النهوض بواقع الأطفال واليافعين واكتشاف المواهب والإنتاج الفني في هذا المضمار على مستوى العالم. من مدينة أصفهان الإيرانية، محمد جواد الأروبلي، تلفزيون سلطنة عمان. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية، وتتابعون فيها بعد قليل. مصمم هندي يحول شقته في نيويورك لحديقة مليئة بالزهور الورقية. بكم مجددا. أصبح بإمكان عشاق القهوة الآن الاستمتاع برائحتها الساخنة، وذلك بعد نجاح أحد الشركات الشهيرة بصنع النظارات في أوكرانيا من ابتكار نظارة شمسية تنبعث منها رائحة القهوة الساخنة. ويأتي هذا الابتكار بعد تجارب باستخدام نباتات مختلفة مثل النعناع والبقدونس والهيل في مساع لإنتاج نظارة صديقة للبيئة مواكبة للموضة والترويج للتخلص من النفايات بشكل مناسب، حيث تتميز النظارة بأنها تتحول عند التخلص منها إلى سماد بعد 10 أعوام.
وتدخل رواسب القهوة في صناعات مختلفة صديقة للبيئة، منها قطع الأثاث وأحبار الطباعة والوقود العضوي. يعد مهرجان فينيسيا السينمائية الدولي معرضاً دولياً للفن السينمائي، كما يعد واحداً من أكبر المهرجانات السينمائية في العالم إلى جانب مهرجاني كان وبرلين، حيث تشهد المدينة الإيطالية حالياً فعاليات المهرجان في نسخته 76 وسط مشاركة واسعة من المبدعين والمهتمين بهذا الفن بواقع 21 فيلماً من دول عالمية. ويعد المهرجان فرصة سانحة للتعبير وإبداع الفن السينمائي من خلال أيام تشهد عروضاً متنوعة للأفلام المشاركة في المسابقة والتي تختتم في 7 من الشهر الجاري. حول مصمم هندي شقته في نيويورك إلى حديقة تزينها زهور مصنوعة من الورق، حيث تنوعت ألوانها بين الورد والأحمر والبنفسجي. نتابع. يزيح سوراب جوبتا الستار ليكشف عن شقته الصغيرة في حي إيست هارلم بمدينة نيويورك، والتي حولها إلى حديقة مليئة بزهور مصنوعة من الورق تبدو كالحقيقية، تنوعت ألوانها بين الوردي والأحمر والبنفسجي. وكان جوبتا يدرس ليصبح مهندسا معماريا في الهند قبل أن يلتحق بمدرسة بارسونز للتصميم في نيويورك، لكنه ترك الدراسة بعد عام. وفي يوم اصطحبه أستاذه إلى معرض ملابس للمصمم الياباني ريكا وكوبو بمعهد الأزياء بمتحف متروبوليتان للفنون عام 2017، وتأثر جوبتا بالفساتين التي تميزت تصميماتها بالزهور، وتذكر كيف كان يستخدم أوراق الإيصالات صفراء اللون في صنع زهور من الورق عندما كان طفلاً، وقرر أن يستغل هوايته. ونشر جوبتا أعماله على حسابه على إنستغرام وجذبت اهتمام العديد من المصممين منهم توري بيرش، وتم تكليفه بصنع 300 من زهور اللؤلؤ وتثبيتها يدوياً على ثوب لمصممة الأزياء لحضور حفل ميت غالا في مايو أيار الماضي. ويستخدم المصمم والفنان الشاب ألوان الطعام أو ألوان المياه لرسم تفاصيل الزهور. النشرة انتهت، وهذه إعادة لأبرز العناوين. ابني عضدي عنوان أمسية اجتماعية في ولاية صلالة. ختام أنشطة المنتدى الصيفي في جمعية المرأة العمانية بالسويق. انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لسينما الأطفال واليافعين في إيران. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. كونوا دائما بخير. إلى اللقاء.